يعلن عن دخول الاستحقاق الرئاسي المقبل، وإن رغبتنا هذه نهدف من خلالها إلى الإسهام الجاد والفاعل في انتخابات نعتبرها الوسيلة المثلى لتكريس إرادة الشعب. نحن منذ البداية آمنا بالحوار، انخرطنا في فلسفة الحوار، في النتائج التي وصل إليها أيدناها وعملنا على تجسيدها وتنفيذها، ولكننا رأينا أن يكون ردنا ميدانيا هو أن كل من يطالب بإبعاد هذا الحزب أو إقصائه عليه أن يتقدم هو أيضا معنا إلى الصندوق. نحن لم نقصي أحدا، لم نستبعد أحدا، لم ندعو إلى إبعاد أي كان، كلنا سواسية أمام القانون، أمام هذا الشعب. إذن فليتقدم من يرى نفسه ممثلا لهذا الشعب، عليه أن يتقدم، أن يأخذ التأشيرة من الشعب. نحن نتقدم، وليكن يعني مهما كانت النتيجة التي نخرج بها سنقبل بها، لأننا نحترم هذا الشعب، لأننا جزء منه، ولأننا ندرك أنه السيد، سيد أمره.